السيارات الكهربائية التي يركبها الأطفال أو يقودونها هي الكثير من المتعة بالنسبة لهم، وسوف يستمتعون بقيادة السيارة في العديد من المواقف المختلفة التي ستكون مثيرة للاهتمام بالنسبة لهم. إن الطفل الذي يحب قيادة هذه السيارات سيأخذها في كل مكان أثاء القيادة، ومن المهم جداً أن يجد شخصاً يرغب في قيادة هذه السيارات أن يحظى بأكبر قدر من المتعة. يمكنك اختيار واحدة لطفلك، وهذا هو اللون والأسلوب المناسب، وسوف تجد سيارة من شأنها أن تعجب طفلك. إنهم يريدون قيادة هذه السيارة كل يوم، وسوف يكون لديهم سيارة تعطيهم ذكريات سيحملونها مدى الحياة. الأطفال الذين يركبون في هذه السيارات لديهم وقت ممتاز مع هذه السيارات، وسوف يجبون أصدقائهم للتأكد من أنهم سيحصلون على المتعة في الخارج. سيارة باور وايلز F-150. ربما ينظر طفلك الصغير إلى هذه السيارة ويقول: أريد شاحنة مثل هذه. الآن يمكنك أن تجعل شاحنة أحلامهم الخاصة حقيقة، لأن الشائعة صحيحة. إن شاحنة فورد باور وايلز F-150 2015 حقيقية. ابتداء من اليوم يمكنك طلب هذه السيارة. يبدأ السعر من $350 على غرار طراز F-150 2015 الجديدة تماماً. لا توجد أي معلومات حتى الآن حول ما إذا كانت تستخدم الألمنيوم على نطاق واسع مثل شقيقها الأكبر، ولكن عجلة F-150 لديها سرعتين أماميتين، واحدة منهم عكسية، باب خلفي ونظام تعليق ثقيل مصمم للتعامل حتى مع أكثر الأعشاب رطوبة. مثل جميع عجلات السرعة، يتم تشغيلها ببطارية بقوة 12 فولت، ولديها راديو FM ومشغل MP3 حتى يتمكن طفلك من الاستماع إلى أغنيته المفضلة. تويوتا كامات. الأطفال الذين يحلمون بقيادة سيارة عادة ما ينتظرون سنوات قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى عجلة قيادة السيارات الحقيقية، لكن بالنسبة إلى بعض الشباب المحظوظين الذين يحلمون بذلك، فإن ذلك يرجع إلى مدرسة خاصة لتعليم قيادة السيارات من شركة تويوتا. آخر التطورات في برنامج تويوتا لالتقاط خيال الأطفال وتعريفهم بمناهج السيارات هي مدرسة كامت، يتم افتتاحها في معرض طوكيو الدولي للألعاب في الفترة من 1 إلى 4 يونيو. سيتعلم زوار الشباب في مدرسة كامت كيفية استخدام عجلة القيادة في السيارة والفرامل في جهاز محاكاة، ثم يستخدمون هذه المهارات على أرض الواقع ويقودون سيارة خاصة حول مسار اختبار أعد داخل جناح تويوتا. بعد إكمال الدورة التدريبية ستتم المكافأة برخصة القيادة الخاصة بها مع الصورة. السيارة التي سيستخدمونها هي سيارة صغيرة تدعى كامت بيتا. هذا هو أحدث طراز من سيارات كامت التي قدمتها تويوتا في المعرض منذ عام 2012، وقد تم تصميم كل منها لتشجيع خيال الأطفال ورعاية فهمهم لكيفية عمل السيارات ومدى المتعة التي يمكن أن تكون. فولكس فاجن بيتس. فولكس فاجن بيتس معروفة ومحبوبة بشكل عام في جميع أنحاء العالم، لكن من المحتمل أن يكون بيتل هو هيربي، نجم أفلام ديزني التي حققت أكثر من $280 مليون على مدى العقود الأربعة الماضية. على الرغم من أن نسخة هيربي متوفرة بكثرة، إلا أن سيارات الأفلام الأصلية لا تظهر للبيع في كثير من الأحيان. قالت شركة فولكس فاجن بيتل في عام 1963 أنها تصدم في تصوير فيلم هيربي جوز في عام 1977 لمونتي كارلو، وهيربي في عام 1980، وعبرت في المزاد في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث تم بيعها بسعر شامل بقيمة $126,000.
وضع رقما قياسيا عالميا جديدا لسيارة بيتل تم بيعها في مزاد علني. تم تضمينها مع السيارة النسخة من عنوان عام 1972 أدرجت فيها شركة ديزني كمالك، ولكن تم العثور على أفضل فكرة لأصالة السيارة وهويتها خلف المقعد الخلفي. كان يصطدم مرة واحدة قوس لتأمين مضخة النفط، وتصطدم لتأثير كوميدي لبخار النفط على قدم مدير المرور في بداية هيربي غوس إلى مونتي كارلو. كان القوس لا يزال في مكانه في شاسيه، على الرغم من أن لون السيارة قد تغير منذ فترة طويلة إلى لون أزرق غامق أكثر مجهولاً. رول بلاي اس ام جي. إن سيارة سيارة دينالي للأطفال هي واحدة لجميع الأطفال الذين اعتادوا على الركوب حول المدينة في سيارة كبيرة، وسوف يركبون هذه السيارة لأنها تتيح لهم مساحة أكبر مع سيارة كبيرة تجعلهم يشعرون وكأنهم يركبون سيارة لا تقهر. كل شخص يرغب في الحصول على هذه السيارة لأطفاله سوف يكون متحمساً لأنها نسخة مطابقة الأصل من السيارة التي اعتادوا على رؤيتها في الطريق. ماني ماكلارين. تم بناء 375 سيارة فقط من طراز ماكلارين B1 هايبركار، واليوم أصبحت تتحول إلى مضاعفة سعرها الأصلي البالغ 866 جنيها استرليني. إذا كنت قد فقدت فرصتك لامتلاك واحدة من أكثر السيارات تقدماً من الناحية التكنولوجية على الأرض، فلا تخف، لأنه يمكنك الآن أن تعيش الحلم من خلال أطفالك، وستكون نسخة ماكلارين B1 هي موضع حسد كل طفل، حيث يحاكي هذا الركب نظيره الهجين من طراز 903. تم تقليص هذا الشكل الديناميكي الهوائي ويقلد بصدق خوذة السيارة الحقيقية وألواح الأبواب المميزة، حتى أن عجلة القيادة الخاصة بها تتميز بأزرار IPAS وDRS. إذا كان طفلك مفكراً في الأمام أو قلقاً فقط بشأن وقت اللعب على البيئة، فقد يكون أكثر اهتماماً بركوب B1 الكهربائية بالكامل. يعد نموذج الانبعاثات الصفرية هذا بأنه أقل تلويثاً من محرك V8 بسعة 3.8 لتر من السيارة الكبيرة. هاينز برو F830 هي سيارة سوف تساعد الأطفال على قضاء وقت ممتع، لأن ذلك سوف يجعلهم يشعرون وكأنهم يتسابقون إلى أي مكان يذهبون إليه. شخص ما يحب القيادة سيصل إلى هذه السيارة ليكتشف أنه سيشعر وكأنه يقود سيارته. سيبدو الأطفال الموجودون في هذه السيارات أنيقين، وسوف يجدون متعة كبيرة في الدوران في السيارة، مع العلم أنهم سيأخذونهم إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه، فهي سيارة أنيقة. أوسوم 12V. إنها سيارة لاند روفر ديفندر التي تحصل عليها هنا هي عبارة عن صورة مصغرة لما سيراه الأطفال على الطريق، وستمنحهم مساحة للاختباء حتى عندما تمطر. سوف يشعرون أنهم يستطيعون القيادة عبر الغابة بهذه السيارة، ويمكنهم الحصول على أصدقائهم عندما يريدون. الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على هذه لأطفالهم سيجدون عدداً من الألوان التي يحبونها، وأي شخص يرغب في استخدام السيارة سيحظى بوقت جيد. يمكنك الحصول على هذه السيارة عندما يكون لديك سيارة في الممر.